مرحبا، كيف الحال؟ كيف الأمور؟ أراكم تستعدون للتحدي الأول؟ طيب، كيف نختار كتابا معينا؟ أحيانا عندما نفكر في كتاب نختاره ممكن أن نختار كتابا ترك شيئا في قلوبنا، وأحيانا ممكن أن نختار كتابا ترك شيئا في عقولنا، ولكن في الآخر لن أتذكر إلا الشعور الذي تركه في هذا الكتاب. أنا أنصح جداً بأن يكتب في ورقة، نقف أمام الساعة دقيقة واحدة وتمرنوا عليه، ليس عشرات المرات، مئات المرات. أول خطوة أن نحن نتخلص من كل مسببات التوتر. العاطفة الإنسانية جداً مهمة. لما نتكلم عيننا في عين الشخص، والعين لما تحس والجسد لما يحس بالكلام اللي ينقال، شو يصير في العين؟ تنقل الأحساس، تلمع تلمع. فاستخدموا عاطفتكم الإنسانية تجاه الشخص اللي راح تهدون الكتاب، ولكن بقدر معقول. وحظ موفق.